الكل يستعد لاستقبال السيسي رئيسا. يوم التنصيب إجازة رسمية والاحتفالات شعبية أمام الاتحادية. القاهرة تتجمل، وزير الداخلية يستعرض مع مساعديه خطط التأمين لمراسم يوم التنصيب. قبل أيام من انتهاء ولايته، عدل منصور يصدر قانون مجلس النواب، والكرة في ملعب الأحزاب. نشرة الأخبار من النهار اليوم، مرحبا بكم. بدأت مصر بالفعل الاستعدادات لتنصيب رئيسها الجديد عبد الفتاح السيسي، الذي سيقسم اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا في مقرها بالمعادي صباح الأحد. بروتوكوليا سيحضر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور المناسبة، لكن ليس بصفته كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، بل كرئيس يسلم السلطة لسلفه. وسيحل محل منصور نائبه الأول المستشار أنور رشيد العاصي في أداء مهمة رئيس المحكمة. يوم الأحد سيكون إجازة رسمية بمناسبة تنصيب السيسي بقرار من مجلس الوزراء بعد اجتماع مطول اليوم. وحسب بيان مجلس الوزراء، فإن القرار يشمل البورصة المصرية والبنوك وفروع البنوك المركزي، مع استثناء امتحانات المدارس والجامعات لو صادفت ذلك اليوم. وفي الإطار الرسمي أيضا، استعرض اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع مساعديه الخطة الأمنية لتأمين إجراءات تسليم السلطة وحلف اليمين. كما أكد الوزير على ضرورة تفعيل الأداء الأمني الميداني في المرحلة القادمة من خلال المواجهات الحاسمة مع البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية. وليوم الأحد الذي لم تكشف جميع تفاصيله حتى الآن، بدأت أجهزة محافظة القاهرة الاستعدادات على طريقتها، فأطلقت حملة لتجميل طريق الكورنيش من أمام مبنى ماسبيرو إلى المحكمة الدستورية العليا، ولرفع كفاءة الطرق والشوارع المؤدية إلى ميدان قصر القبة بتكلفة قدرها 10 ملايين من الجنيهات، حسب ما نقلت صحف اليوم عن اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية. قال عبد التواب إن العمل يجري أيضا لزراعة أشجار ونباتات موسمية ومعمرة مزهرة لتضفي مظهرا جماليا على الطريق، ولتطوير كفاءة الأعمدة الكهربائية ولإعادة دهانها. وبينما تستعد مصر الرسمية، فإن مؤيدين لرئيس المنتخب يحتفلون في هذه اللحظات أمام قصر الاتحادية الرئاسية بقرب تنصيبه، ووداعا للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، والذي تنتهي ولايته بتسليم السلطة يوم الأحد. يشارك في الاحتفالية فنانون ومشاهير ورياضيون. الفنان الكبير بليغ حمدي كل من حبنا كلها زمان بتقول ايه كتير نغني سوا كلنا. ها يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي يا بلادي انا بحبك. يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك.
وللمزيد تنضم إلينا داليا أشرف وهي موجودة الآن في مقر الاحتفالية أمام قصر الاتحادية لتصف لنا كل ما تشاهده على أرض الواقع. تفضلي داليا. نعم، يعني بدأت الحفلة منذ ساعة تقريبا، يعني هذه الاحتفالية التي نظمها حركة الدفاع عن الجمهورية، وذلك لشكر الرئيس عدلي منصور عن ما يعني تحمله من مسؤولية في الفترة السابقة، ولي يعني الاحتفال بفوز المرشح الرئاسي أو الرئيس الآن عبد الفتاح السيسي. هنا يعني يتواجد هنا عدد كبير من المواطنين، يمتلئ المكان هنا بأعلام مصر، يرفع المواطنون هنا صور المشير عبد الفتاح السيسي ويرددون هتافات مؤيدة للجيش والشرطة، وهتافات يعني تعبر عن فرحتهم بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني بالنسبة للوضع الأمني هنا، يعني تتواجد قوات الأمن من الجيش والشرطة بشكل كبير هنا في منطقة الاحتفالية، يعني حيث قامت قوات الأمن بإغلاق جميع المداخل والمخارج المؤدية إلى مكان الاحتفالية أمام قصر الاتحادية، يعني حيث لا يتم السماح بدخول السيارات، يتم السماح فقط بدخول المشاة عبر البوابات الالكترونيه. هذه البوابات التي يعني يعني تم تركيبها خصيصا لتفتيش المتوافدون الى مكان الاحتفاليه، يعني توجد حتى بوابه للرجال وبوابه للسيدات، وتوجد على بوابه السيدات يعني الشرطه النسائيه التي تقوم بتفتيش السيدات وتفتيش الحقائب لديهم. يعني هنا كما ترون في الشاشه هنا الاجواء احتفاليه وفرحه كبيره من لدى المواطنون، يعني حتى الان يوجد على منصه الاحتفال المطرب محمد نور، وتوجد ايضا هنا تشارك الاحتفاليه المستشاره تهاني الجبالي، ومن المتوقع ان يتوافد عدد اخر من الشخصيات العامه ومن المواطنين ومن الفنانين الذين يعني سياتون للاحياء هذه الاحتفاليه او الاحتفال مع المواطنين. نعم داليا اشرف، شكرا جزيلا لك. في رد فعل ملفت، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة والمزمع انعقاده في شهر سبتمبر المقبل، بعدما غابت مصر عن هذا الاجتماع السنوي في 2013. فائز بمنصب رئيس الجمهورية هو السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي. منذ إعلان فوز المشير عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية وردود الفعل العالمية تتوالى ما بين التهنئة والدعوة لحضور محافل دولية، فالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا الرئيس المنتخب لحضور اجتماع الجمعية العامة المزمع انعقاده شهر سبتمبر القادم، وذلك بعدما هنأه في اتصال هاتفي بفوزه في الانتخابات، مشيرا إلى أنه يتطلع لتعاون أكبر من الدولة المصرية باعتبارها عضوا مهما ومؤثرا في الأمم المتحدة. وكان رد الرئيس المصري المنتخب متمثلا في ضرورة مشاركة الأمم المتحدة بقوة في مواجهة خريطة الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط بأدوات فعالة ووسائل أكثر تقدما. أما وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ فنقل تهنئة المملكة المتحدة للرئيس السيسي وأعرب عن تطلعها للعمل مع الحكومة المصرية الجديدة، مشيرا إلى زيادة دعم بلاده لمجالات التعليم والأبحاث والبعثات في مصر. لكن تهنئة هيغ لم تخلو من بعض النصائح الغربية المعتادة مثل توسيع المشاركة السياسية وضمان الحقوق والحريات وتطبيق نصوص الدستور. كذلك الاتحاد الإفريقي، فقال رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إن هناك تأكيدات بعودة مصر إلى الاتحاد بمجرد تنصيب الرئيس المنتخب، وإن مصر ستحضر مؤتمر القمة الإفريقية المقبلة. يبدو إذن أن الأوضاع تعود إلى طبيعتها، وشرعية جديدة يبزغ فجرها بعد عتمة ليل خيمت طويلا على البلاد. نهى زكريا، النهار اليوم. قبل قليل إذا من تركه للمنصب، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور اليوم الشعاعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، منهيا أشهرا من الجدل شابت مداولاته بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة والأحزاب السياسية. ما يهمنيش حزب أو مش حزب، أنا يهمني الفردي، يعني حسب هو مين وهيعمل إيه وهكذا. تلتين فردي وتلت قائم،
عشان ما يكررش تاني موضوع الحزب الوطني وجماعة الإخوان وحاجات دي، وخش طبعا القايمة ونعمل حزب ونرجع تاني، ده الأنسب. عايزينها تبقى فردي، الفردي ده أحسن، عارفين ده الشخص ده معروف دايرته، بيبقى معروف ده مين ومن عيلة مين، لأن احنا مش عايزين نسمح تاني للإخوان والمهزلة اللي كانت بتحصل قبل كده، احنا رافضينها تماما تماما تماما. لا، النظام الفردي أحسن، كل واحد يختار المرشح اللي يعجبه على اساس دايرته اللي هو عارفه، المرشح ده هينفعه ولا مش هينفعه، عارف مثلا طلبات المنطقه بتاعته، الحي بتاعه ناقص ايه، محتاج ايه، شباب عايزه تشتغل، في نظافه محتاج نظافه، في مشاريع عايزه. واستعدادا لما تبدو كمعركه مبكره في انتخابات البرلمان، قال المستشار احمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال ان جبهه دعم الرئيس ستنافس على جميع المقاعد البرلمانيه، وانها ستكون كيانا قويا يمثل اغلبيه الشعب ويحافظ على كيان الدوله ويواجه الارهاب. اشار الفضالي في تصريح له الى ان باب الانضمام للجبهه مفتوح، وانها ستكون مدنيه قويه ذات دور فعال في قياده البرلمان في الفتره المقبله، وتضم جبهه دعم الرئيس في عضويتها اكثر من 50 حزبا سياسيا وجميع الحملات التي دعمت المشير عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسه. ونعود مرة أخرى مشاهدينا الكرام لقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمود العليلي عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار. بداية دكتور محمود، تم إقرار هذه القوانين بالفعل، إذا ماذا أنتم فاعلون كأحزاب؟ لا، ماذا نحن فاعلون كحزب المصريين الأحرار لا أعلم يعني ماذا تفعل باقي الأحزاب، ولكننا هنشارك في الانتخابات، يعني ليس هناك بد من مشاركة في الانتخابات تحت أي قانون وبأي شروط، لأنه الانتخابات القادمة أو مجلس النواب القادم نعتقد أنه من أهم المجالس النيابية في تاريخ الحياة النيابية في مصر، ونعتقد أنه مهم جدا المشاركة للتواجد على الساحة السياسية في المرحلة المقبلة. نعم، إذا في المرحلة القادمة ردود الأفعال على أرض الواقع، نريد تفاصيل أكثر متعلقة بحزب المصريين الأحرار. خليني اقول لحضرتك انه يعني مش هي دي طلباتنا الحقيقه اللي كنا طالبينها، ولكن في النهايه نعتقد انه اللجنه استجابت لبعض الطلبات، لم تستجب لبعض التحفظات الاخرى. هناك بعض الاشياء التي يعني لم تستجب لها، ولكن في النهايه يعني كل هذه التعديلات يعني نعتقد انه لا نعلم الفلسفه وراء كل هذا الكم من التعديلات وهذه الطريقه التي عدل بها القانون، ولكن في النهايه زي ما قلت لحضرتك اننا نتبع في النهايه سياسه واقعيه، والواقع بيفرض علينا ان نشترك في هذه الانتخابات، لانه لا نعتقد ان هناك تعديلات اخرى على هذا القانون. نعم، انتم كحزب المصريين الاحرار اسلوب المشاركه بقى في هذه الانتخابات على اساس هذا القانون ستكون باي شكل؟ ستكون من خلال القوائم، وما ستكون من خلال النواب المحتملين يعني او مرشحين في الدوائر الفرديه، ولكن الحقيقه نحن ننتظر ايضا قانون تقسيم الدوائر الانتخابيه، لانه على اساسه سوف تتحدد بعض الدوائر التي لم تتضح بعد، لانه بتخفيض الاعداد اعتقد انه المساله سوف تختلف الى حد ما. نعم، دكتور محمود العليلي عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، شكرا جزيلا لك. وأثناء المداولات الرسمية، رصدت كاميرا تلفزيون النهار ردود فعل المواطنين حول هذا القانون، والتي عكست في المجمل رغبة في الإبقاء على النظام الفردي، والمزيد نتابعه. وقبل أن نتابع المزيد نستكمل مع حضراتكم مجموعة من الأخبار. فقد أصدر رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور قرارا بقانون بتجديد العقوبات في قضايا التحرش الجنسي، حيث أصبح يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين 6 أشهر وخمس سنوات وبغرامات تتراوح بين 3,000 و50,000 جنيه كل من تعرض للغير بالقول أو بأمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية. تكون العقوبة مشددة إذا تكرر الفعل أو إذا كان الجاني له سلطة على المجني عليه. وهذه النشرة متواصلة معكم، وفيها بعد قليل
لجنة تقصي الحقائق في أحداث 30 يونيو تستكمل عملها وتطالب الجميع بالتواصل. أهلا بكم من جديد. دعت لجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو، دعت جميع الكيانات المدنية والحكومية إلى التعاون مع اللجنة، وأكدت على قدرتها على حماية مصادر معلوماتها. جديد، احنا بنبدأ نشاطنا من جديد. كان المفروض ننتهي بنهاية ال6 أشهر اللي كان اعتقد تنتهي في 3 يوليو، وطلبنا المد لأن عايزين نغطي كل الدولة المصرية بما فيها من قرى. يعني احنا زرنا القرى واللي فيها اعتداء على الكنائس مثلا في الصعيد، وتوغلنا بنزور السجون أينما كانت حيث يتبين لنا أو وجود شائعات بتعذيب، ولكن قطعا فيما يتعلق فقط بمهمات. قضت محكمة جناية سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز بمعاقبة 38 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك في أحداث عنف متفرقة بينهم 19 محبوسين. قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمتهم واحد، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن ل10 سنوات، ومعاقبة 13 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن ل3 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بسنة واحدة، وبراءة 10 متهمين. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم، من بينها الانضمام لجماعة إرهابية وتجدير السلم العام والتخريب وتعريض وسائل النقل والمواصلات للخطر. أجلت محكمة جناية القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وستة من كبار مساعديه، وذلك في القضية التي عرفت إعلاميا بمحاكمة القرن، إلى جلسة الاثنين المقبل لسماع دفاع إسماعيل الشاعر. استمعت المحكمة اليوم إلى مرافعة هيئة الدفاع للواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق. يواجه المتهمون تهما بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، وبإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني. قضائيا أيضا استأنفت محكمة جناية الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطورة محاكمة 20 متهما من تنظيم الإخوان ومراسلي قناة الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميا باسم خلية الماريوت. كانت النيابة العامة قد أحلت المتهمين للمحاكمة، وذلك لاتهامهم بالتحريض ضد الدولة وإثارة الفتن عبر القناة وصناع مشاهد وأخبار كاذبة للإيحاء إلى الخارج أن ما يحدث بالبلاد هو حرب أهلية. استأنفت محكمة جناية الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطورة نظر قضية مذبحة كرداسة والمتورط بها 188 متهما لاستكمال الاستماع للشهود. وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة والتي وقعت في أغسطس الماضي، وراح ضحيتها 11 ضابطا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، وشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة وإتلاف مبنى القسم وبحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة وبحيازة الأسلحة النارية الثقيلة. أسفرت الحملة الأمنية الموسعة جنوب الشيخ زويد وبئر العبد عن مقتل 7 تكفيريين وتدبير 10 بؤر إرهابية. وقد أعلنت المصادر الأمنية أن الحملة استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد وبئر العبد، حيث تم قتل التكفيريين أثناء محاولتهم للاعتداء على قافلة جنود. وعلى جانب آخر، قالت مصادر أمنية بشمال سيناء إن جنديا أصيب برصاص مهربين على الحدود بين مصر وإسرائيل. أجلت المحكمة العليا في ليبيا قرارها النهائي بشأن شرعية انتخاب أحمد معيطيق رئيسا للوزراء إلى 9 يونيو الجاري، بعد طعون قدمت على قرار أولي للمحكمة اعتبر انتخابه أمرا غير قانوني.
كان فريق الدفاع معتيق قد قدم على الفور استئنافا على قرار المحكمة المبدئي، وكان معتيق قد دخل مكتب رئيس الوزراء مساء الاثنين تحت الحراسة، وعقد أول اجتماع لمجلس وزرائه هناك من أجل فرض أمر واقع على الأرض. لكن رئيس الوزراء المستقيل عبد الله الثني قال إن حكومته لم تسلم السلطة إلى معتيق. قال رئيس البرلمان السوري محمد اللحام إن رئيس بشار الأسد حقق فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة التي أجريت وسط عمل عنف مستمرة. قال اللحام إن الأسد حصل على 88.7% من الأصوات في الانتخابات التي اقتصر إجراؤها على الأجزاء الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية من سوريا. كانت المحكمة الدستورية السورية قد ذكرت أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 73%. أدانت الرئاسة الفلسطينية إعلان السلطات الإسرائيلية عن عطاءات جديدة لبناء 1500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقالت إنها سترد بشكل غير مسبوق على هذه الخطوة. قال نبيل أبو ردينة ناطق باسم الرئاسة إن عطاءات الاستيطان الجديدة تأتي في الوقت الذي أعلن فيه العالم عن دعم حكومة الوفاق الفلسطيني، وأضاف أن على إسرائيل إدراك أن سياستها الاستيطانية مرفوضة. ونتحول إلى أخبار الاقتصاد. شهدت البورصة المصرية قفزة قوية خلال تعاملات اليوم وسط أمال بحدوث استقرار سياسي واقتصادي عقب فوز المشير عبد الفتاح السيسي برئاسة البلاد. ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة نحو 16.1 مليار جنيه ليصل إلى حوالي 482 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 2.22 مليار جنيه. صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنحو 4.7%، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنحو 3.77%. كسب مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا 3.8%. أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن تراجع صافي الاحتياطات النقدية لديه خلال شهر مايو الماضي بنحو 206 ملايين من الدولارات ليصل إلى مستوى 283 مليار فاصل 17 من 100 من مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت 1.1%. من جانبهم توقع خبراء ماليون ارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية مدعومة ببرامج استثمارات عربية تم الحديث عنها خلال الفترة الماضية، هذا بالإضافة إلى توقعات بازدياد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية بعد الانتخابات الرئاسية. من جانبه دعا الدكتور محمد إبراهيم وزير الأثار إلى دعم السياحة الأثرية لمساعدة العاملين بهذا القطاع العريض. ونحن نأمل إن شاء الله في القريب العاجل وفي هذا السيزون وفي هذا الفصل الجديد السياحي الجديد ابتداء من أكتوبر سوف نتعاون كل التعاون لكي يخدم كل مننا الآخر. قطاع الآثار بيخدم على السياحة، وقطاع السياحة بيخدم، وإحنا بنجد كل العون الشديد جدا من قطاع السياحة في الوقت الأزمة اللي بنمر بيها. قدموا كلنا كل العون على أساس ان احنا نرجع مثلا منطقة الاهرامات الى سابق عهدها من التنظيم والنظافة والتعامل الجيد مع السائح. عاونونا ايضا في ارجاع شارع المعز الى ما كان عليه. وختاما هذه تذكرة بابرز العناوين. الكل يستعد لاستقبال السيسي رئيسا، يوم التنصيب اجازة رسمية والاحتفالات شعبية امام الاتحادية. القاهرة تتجمل، وزير الداخلية يستعرض مع مساعديه خطط التأمين لمراسم يوم التنصيب. قبل أيام من انتهاء ولايته، عدلي منصور يصدر قانون مجلس النواب والكرة في ملعب الأحزاب. انتهت النشرة، إلى اللقاء.